انترفيو ايكونوميك. سي فيصل اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبالسادة المستمعين. شكرا على قبول الدعوة. نحكيه في اطار العفو، في اطار العودة المدرسية اليوم يظهر لي العائلات تحكي باطناب على المواد والمستلزمات اللي في كل عودة مدرسية نلقاو روحنا نحكيه عليهم. باش نحكيه على الاسعار، باش نحكيه على توفر هالمواد وهالمستلزمات، لكن البداية نحب نبدأ بالكراس المدعم اللي يبدو كونه مفقود اليوم في كل المكتبات. شنو هي الحكاية بالضبط؟ بالله ساعة لذيذ الجملة ذي، معناها مع احترامي الخلفية متاعك اللي هي خلفية طيبة أكيد، ريت الجملة ذي، الجملة هذه هي قاعدة تخلق في البانيك. تجي في الإعلام يقولوا الكراس ما هوش موجود، شي فهمها المواطن ما عادش يسمعك، يولي لهفة، يولي ضغط، يولي نتحطوا نحن كتجار في وضعية لا نحسد عليها. تعرف اللي المدعم، نحن التجار مجرد عبيد قاعدة تبيع في الكراس المدعم. الدولة هي اللي تحدد الكوتا كل عام، اللي 4000 طرنات يجي 20 مليون كراسة، هي اللي تحدد زمن الانتاج وبداية الانتاج وزمن التوزيع. العملية هذه ايش تعمل؟ ونحن التجار كسواء كان تجار جملة ولا تجار تفصيل، ناخذوا البضاعة من عند المصنع ونوزعها في السوق التونسي عن طريقك المكتبات هذوك، من الجروسيس للمكتبات. الكمية اللي هبطت توا للمارشي هي كمية مازالت ما توصلش الخمس تقريبا نتاع الكميه اللي لازمها تهبط المارشي، ومش تهبط المارشي. كي نحن نقولوا راهو مقطوع تماما، راهو كلام ماهوش به وماهوش صحيح ويخلق المشكل ويخلق البانيك. من 10 اوت تقريبا بدات الكراس المدعم يهبط للسوق. الى حد الان 1255 طرناطه تقريبا اللي خدمتها سيليلوز. هي اللي هبطت للمارشي كي نترجموها اعداد نتاع كراسات بين 5 مليون و6، يعني المواطن الى حد الان ثم 6 مليون ولا 5 مليون كراسة ديجا وصلت للمستهلك. يعني لور الكراسة موجودة، مش ماهيش موجودة. الجملة اللي ديت بها انت اللي تخلق البانيك، لا موجودة الكراسة. لا انت زاد جاوبت على سؤال بطريقة اخرى. سي فيصل، انت زاد جاوبت على سؤال بطريقة اخرى. في اللي بدا نسمو بعضنا سي فيصل. سي فيصل تعقيب على روحك. سي فيصل نسمو بعضنا، خلينا نسمو بعضنا. سي فيصل تسمع فيا، انت راك توا جاوبت على السؤال كي قلت لي اللي الخمس نتاع الكميه اللي عملناه والهبطت من الكراس المدعوم هي اللي متوفره. خمس الكميه، الكميه معناها معناها اليوم الكراس المدعوم اقل 5 مرات من اللي كان عليه. ثم فرق. لا قلت انا اليوم موجود. الجمله اللي قلتها وقولوها في الميديا راهي تخلق سامحني، معناها لا ناقص ناقص اليوم 5 مرات اقل. قلت انت ديما يقولوها لي الميديا وانا ديما نجاوب هك. راي شوف، انا وانت والتوانسه الكل ماذا بينا يتعدى الموسم في احسن الظروف وفي ايسر السبل، ونحن تجار راهو الدور نتاعنا نحن شنيه في النهايه؟ راني تاجر، تجيني بضاعه ماذا بيا في عود نبيعها غدوه، ماذا بيا نبيعها تو، ماذا بيا نبيعها باسرع ممكن وقت ممكن باش نعاود نجيب بضاعه اخرى. التاجر هذيك تبعه، معناه تبعه هذيك هي تجيه بضاعه باش يبيعها. نحن قايمين بالواجب وزياده. الكلام اللي قاعد يتقال على اللي نعرفوا اللي الكميه نتاع المدعم بديت من 10 اوت وقاعده تهبط بالتراد وبشكل مستمر من هنا لاخر الشهر. الناس الكل تاخو الكراسه نتاعها، اضافه اللي الرونتري سكولير مازال لخان نهار 15 سبتمبر، مازال عندنا 9 ايام نجم تصير فيهم كميه مهوله نتاع كراسه تهبط للمارشي، ويوميا الكراسه قاعده تهبط للسوق يوميا. كي نحن نقولوا لا ما ثماش الكلمه هذيك وقت هي 6 مليون كراسه ومازالوا 14 مليون مش يهبطوا للمارشي من راس الشهر، قاعدين يهبطوا ريال. انا نحكي لك في التون ريال. البانيك هذيك اش عملت لنا؟ ما عندكش فكره صديقي كميه العذاب، جو دي بيان ونسطر عليها 100 سطر، كميه العذاب اللي عايشها المكتباجي واللي عايشها الجروسيست. الجروسيست مرضنا، مرضنا باتم معنى الكلمه من الضغط اللي قاعد يصير لنا يوميا، ضغط غير عادي. المكتباجي مسكين الكمية هبطت 6 مليون، معناها مازالت الكراس قاعدة تهبط. يجيه المواطن اللي يطلب في عود يطلب 3 كراس مثلا، ولده سنة أولى يستحق 3 فانتكات يقول له أعطيني 10، خاطر اسمع الكلام هذا اللي هي مش موجودة. اللي يستحق 10 ماذا به ياخذ 50، ويصير ضغط على المكتباجي. والمواطن ايش قاعد يعمل؟ قاعد يضغط على المكتباجي، اسمع تعطيني 10 10 ولا 20 20 ما كانش ما نشريش من عندك. لكن المكتباجي مسكين هو يستنى في الموسم نتاعه عام كامل، يهز روحه ويجي للجروسيست
ويركب معناها ويضغط على البروسيس. احنا شفنا حالات كل يوم يبكيوا، عندنا مكتبات والله العظيم مع احترامي لاصدقائنا وزملائنا يجيونا المكتبات والله صدقني بالبكاء، معناها واعطيني وكيفاش والعباد ما عادش حبش تشري من عندي وكذا. المدعم هذا قتلنا نحن. انا شخصيا 33 سنه نخدم، المدعم هذا عمل لنا عقده. التجاره في الجمله في المواد المدرسيه والمكتبيه، المدعم بالنسبه لنا نحن عقده. بالنسبه للجروسيس تربح في 5%، 5% يعني نحن بالتعب اللي عندنا ما يغطيناش الشارج وقاعدين قايمين بالواجب وزياده. سي فيصل، ولكن المواطن ويجي الميديا والاعلام في عولي ان نقول راو المدعم توجد، وان يا مواطن رشد الاستهلاك نتاعك، راو بشويه بشويه خذ احتياجاتك فقط، راو عندك الوقت باش تاخذ التزاماتك الكتب الادوات نتاعك. سي فيصل، يجيو يقولوا له في الميديا كل الكراس المدعم مقطوع، يعني هو يسمعها في الميديا كل من الصباح لليل. اش مش اش تحب انت النتيجه تكون؟ سي فيصل، العمليه انا شخصيا نحكي معك بتوتر على خاطرني وليت ملي مش من يحل عيني من النوم. باهي وسع بالك معنا شوي. كلموني الخمسة نتاع الصباح والستة نتاع الصباح. وسع بالك معنا شوي. 11 نتاع الليل على المدعم. باهي وسع بالك معنا شوية. فهل فهالدقيقتين اللي باش نحكيو فيهم مع بعضنا اليوم. هذا تفاعل تفاعل. ميسالش. هات نوسعوا بالنا مع بعضنا. اسمعني. سي فيصل. يعكس اللغة اللي نحن. وأنا نفهم الوضعية اللي أنت فيها. لكن يقول القائل. قصيدة رومانسية قاعد نحكي في وضع مريض. يقول القائل. القاسي وداني يعرف اللي فما عودة مدرسية نهار 15 سبتمبر، هذا متفقين فيها كل عام. كي أنت تقول لي عندي ما نعرفش قداش من مليون كراسة مدعمة باش يوصلوا لي راس الشهر، أنا حاجتي بهم أنا في أي مادة. كي نوفر المادة في السوق وقت اللي الناس حاجتها بها ما يصيرش النقص، وبالتالي ما تصيرش اللهفة. وقتاش تصير اللهفة؟ وقت اللي المادة ذيك تكون ناقصة. بمعنى أنت كي يبدأ عيد كبير وتهبط لي العلالش بعد العيد بأربع أسابيع ولا بزوز أسابيع، اش نعمل بهم؟ حاجتي بالمادة في الوقت المناسب. نعرفوا اللي فما عودة نهار 15 سبتمبر، كي تجيب لي الكراسات أنا في غرة أكتوبر اش نعمل بهم؟ نجاوبك لهنا، أنا في نجاوبك توا كمواطن أنت مين هالوطن هذا. أنت تعرف وأنا نعرف والتوانسة كلنا نعرف اللي البلاد تعيش في ظرف اقتصادي اصعب منه ما ثماش. بلاش في لغز هذا. موش لغز، هذه حقيقه. انسى انا ما ندخلش في السياسه، انسى السياسه وانسى اهل السياسه وانسى العالم هذاك الكل. على ارض الواقع في التيران، شوف التيران. المواطن التونسي عايش ازمه كبيره. قدره شرائيه منهاره. وضع اقتصادي صعب. وضع مالي صعب. شكون في تونس ما يعرفش اللي نحن نمر بمرحله اقتصاديه اصعب منها ما ثماش. الكراسة كي تتوفر لك ديجا مدعم قول الحمد لله يا ربي. إذا وصلت والمدعمة هبطت السوق، عملنا وصلنا 500 طرناطة برك. إحنا الدولة مع الإمكانيات نتاعها ما سمحت ليش باش تخلص حق الدعم. تعرف إن المالية العمومية منهارة وتعبة على الأخر. تعرف إن إحنا نجريو في أزمة. ما تجيش البوك أنت في الدار وعنده صغيرات يعرف يبوهم في ظروف في أزمة اقتصادية صعبة. بو هو الوطن نتاعنا، هي البلاد نتاعنا احنا. شكون المسبب فيها ما يعنينيش بكل الكلام هذا، لكن على ارض الواقع نعرف ان بلادنا في اصعب ظرف نجم نعيشوه. انا شخصيا في العمر هذا عمري ما عشت ظرف اقتصادي صعب كما نعيشوا فيه تو. اون دوا جيري لو كريز، نحن تو قاعدين نجيروا في الازمات. المواطن يجيري في الازمه، الدوله تجيري في الازمه، انت تجيري في الازمه، في سلوكك اليومي من اللي تحلوا عينينا للنوم لين نرقد ونحن نجيريو في ازمه لان بلادنا في ازمه. نورمال مش تلقى وضع كيما علاش كان ينجم المدعم، رانا ما نستعملوش اصلا المدعم، كان جينا في ظرف اقتصادي باهي وظروفنا الماديه باهيه، راهو المواطن ما يشريش دوزيام كاي، راهو ما يشريش كراس مدعم الكاليتي نتاعو مختلفه، راهو يشري اعز كراسه كيما الالماني كيما الفرنساوي وكيما الامريكاني. انت في ظروف صعبه اون دوا جيري الصعوبه هذه. سي فيصل بالساهل ياسر، اي واحد يبدا قاعد اسمع حق وراه كان جا في وقته، صحيح انا معاك على طول هذاك من حيث المبدا، لكن الواقع حاجه اخرى. الواقع نحن نعيشوا في ازمه، اون دوا جيري لو كريز، ونعاونوا بعضنا باش نتجاوزوا الازمه، نعاونوا بعضنا. سي فيصل، مش نزيدوا ننزلوا على بعضنا. اسمع راهو المدعم في الجمله باش نشعبوا المواطن، باش المواطن يدخل بعضه. نعرف الى اي مدى اليوم المكتبات قاعده تعيش تحت الضغط. على خلفيه وطنيه بيه. لا يهمني بيه. لا يمين ولا يسار ولا وسط. بربي وانت تحكي، يعنيني انا نعرف اللي انا في ازمه، بلادنا في ازمه. وانت تحكي على الازمه هذيا بكل وطنيه وما نشككش في هذا. اليوم الدوله اللي احنا نعيشوا فيها، شكون اللي غصب عليها باش تحط انفها في كل شيء؟
في كل شيء ونقول بي 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 بالتفصيل يعني كل حياتنا حتى خشمها فيها الدولة. شكون اللي غصب عليها؟ شكون اللي غصب على الدولة باش هي تخرج الكراس وهي تخرج الخبز وهي تخرج وهي اللي إيه؟ اما بالنسبه لي انا اتفاعل مع الواقع كما هو. ريت التاجر التاجر مطالب باش يخدم. انا كتاجر نتكلم فيك بعقليه تاجر، بعقليه مواطن تاجر. التاجر مطالب باش يخدم زمن السلم وزمن الحرب، زمن الازمات الاقتصاديه ما يسد علينا حد. اون دوا ترافاي، نحن اون دوا ترافاي، نحن توا قاعدين نتفاعلوا مع ازمه ولينا نعرفوها ونعيشوها الناس التوانسه الكل. يلزمنا نتعاونوا، اذا يكون عندنا عقليه بوزيتيف من نوع هذايا ما نبداوش نصطادوا في بعضنا. كل حاجه ما انت تعرف وانا نعرف، انت تعرف انا نجم نجاوبك نقول لك هاو بين ظفرين. بالنسبه لي انا الارقام عطاتهم الدوله ذي واعطاهم الاحزاب السياسيه الكل 110 الاف مليار دينار تعطاو قروضات من 2011 وولنا عليه خلى الخزينه فيها فلوس وخلى فيها فائض وخلى نسبه نمو 5%. وين مشاو 110 الاف مليار؟ وقتها تنجاوبك انا علاش المدعم جانا كان انعاشر اوت وقاعدين عايشين صعوبات توا اصعب منها ما ثماش، خاطر ثم سبب، خاطر 110 الاف مليار 10 سنين تعداو ومشاو. انا جاوبني على هذا، تنعطيك رقبتي وقت، تنقول لك وقتها تنولي هذا المدعم اللي مدهولك نجاوبك في شهر مدهولك شهر جان. نجاوبك الفلوس الفلوس اللي تحكي فيها مشات شهري هكا كي مشات شهاري في الوظيفة العمومية ها وين مشات الفلوس. كلمة حق وليدها بها باطل يعني نولينا كأنه توا تخلقت المشكلة. ما نحن قاعدين نعانيو في نتائج تراكمات خايبة برشا صارت. لا ما يلزمناش زاد نبرو، ما يلزمناش زاد نبرو كونه في عودة مدرسية الكراس المدعوم اللي هو حد أدنى. ماناش نحكيو على لوكس، حد أدنى كونك توفر الكراس المدعوم باش الوليدات الصغار. أنا نجريو نوفروا في الأن سانكيام. وين توفر؟ فين توفر؟ أنت قلت لي واحد على خمسة. قاعد يتوفر وقاعد يهبط في المرشي وراس خويا قاعد. قلت لك 6 مليون كراس، قلت لك قاعد يابت هاوش. انا مثلا مع لي ميديا برشا قلت لهم الكلام هذا رجاء. ريت 20 مليون كراسه هو علاش تعمل اصلا المدعم؟ تعمل لقدرتهم الشرائيه ضعيفه والامكانياتهم متواضعه. اللي لاباس عليه راهو مش في حاجه باش يشري كراسه ب 430 مللي، راهو ينجم يشري كراسه 24 سوبر ب 1800. نعطيك حكايه، عندنا كرار 24 سوبر ب 5200 يتباعوا بالكارتكس. 24 هي بيدها ب 1800 و 24 هي بيدها مدعمه ب 430. كان جاي الانسان لاباس عليه وهذا المشكله زاده يتهافتوا على الكراسه هذيك، لاباس عليه يخلي الكراسه هذيك لك الزوالي وقدرته الشرائيه ضعيفه، راهو 20 مليون يغطيه وزياده يا صديقي، يغطيه. ريت لهنا وعي المواطن وين؟ ريت وعي المواطن. انت عندك صدقني صدقني سور تيران اسال مكتبات، اعملوا صبر اراء، دوروا وشوفوا، والله تلقاه بالمرسيدس نتاعو غني لاباس عليه، يهبط المكتب يجي يقول له اعطيني 10 10 مدعم، وقت هو قادر باش يشري سوبر، مو يخلي المدعم لك الزوال. راهو ما تلقاش وقتها حتى كراسه ناقصه في السوق، يستحيل تلقى كراسه ناقصه، راهو الناس الكل تاخو. وانت شفت البانيك توا على الحليب، يسمعوا قال لك اسمع راهو الحليب مش تقطع. من غدوه الحي تهبط خاطر عنده شويه فلوس في جيبه، يهبط يشري 10 ستيك. عليه؟ باهي. سي نورمال من بعد يدور المواطن ما يلقاش الحليب. باهي. عليه نحن نخلقوا؟ علاش؟ فما موضوع اخر اللي يقرني معناها في الحكايه ذي، تو الكراس نهبطوا فيه، قاعدين نهبطوا فيه. عليه الضغط؟ من هنا فما موضوع اخر سي فيصل غير الكراس المدعوم. 20 مليون تهبط للمارشي وتو الناس الكل تاخذ كراسها. فما موضوع اخر غير الكراس المدعوم ونحب ناخذ رايك فيه، هو زوز مواضيع، موضوع الاسعار وموضوع الانتصاب الفوضوي بالادوات والمستلزمات المدرسيه. نخلي لك شويه وقت نبردوا دمنا الزوز. باختزال شديد. لا لا قبل ما باش نعطيك الفرصه كامله نسمعوا موجز نتاع 3:30 ونرجعوا نتصلوا بك سي فيصل العباسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد المكتبية والمستلزمات المدرسية، موصين في حوارنا بعد الموجز تاع 3:30 مع صفية المحرر. موصين في حوارنا مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد المكتبية والمستلزمات المدرسية سي فيصل العباسي، نجدد لك تحية. لو سهل بك. اهلا وسهلا بك والساده المستمعين. شكرا شكرا مره اخرى على قبول الدعوه. حكينا على الكراس المدرسي، الكراس المدعم في الجزء الاول، قلت لي بالرغم من النقص المسجل في تزويدكم بالكراس المدعم لكن قلت لي هو موجود صحيح بكميات
مش على قد الطلب من طرف الأولياء، لكن تقول لي موجود ونحاول ترشيد الاستهلاك بالنسبة للأولياء خاصة. الملاحظة الثانية والنقطة الثانية اللي نحب نترقلها هي الأسعار متاع الأدوات والأدوات المدرسية والمستلزمات للعودة المدرسية. فما ملاحظة اللي الأسعار زادت، شنو ردكم انتوما كمكتبات على الكلام هذا؟ الكلام هذا ايضا عندي فيه من نقول لسبب بسيط. يلزم انسان كي يخرج معلومه يلزم يكون يعرف ايش قاعد يقول، ويعرف المعلومه تكون نتاعو دقيقه وتكون مبنيه على دراسه وبنيه على وقائع، لان نحن نتعامل مع المواطنين، مع الناس، مع الراي العام. ماهيش قاعده في قهوه ذي باش نقول نابورتوكوا. لا، كي تخرج كلمه تعرفش تقول. نعطيك توا اللي سمعت انا من برشا عباد وبعض المنظمات اللي يقولوا في كلام مش مجانب للحقيقه جمله. نعطيك بدايه ساعه فيما يخص الورق، نمشي واللي هي تمثل ماس كبيره من الشرائط نتاع المواطن، نسموه الكراس. الورق اللي هو الكراس. الكراس ما زاد حتى سنتيم من عمناو. علينا كراس نحكيوا هنا. ما زاد حتى فرنك. علينا كراس. علينا كراس. كراس نحكي. كراس سوبر سوبر. المدعم ساعه ما زادش بالكل سعره عليه بيه. والمواطنين الكل يعرفوا لي السعر نتاع الكراس المدعم. ما زادش. عندك الكراس السوبر راهو ما زادش السوم تاعو، نفس السعر نتاع السوم عمناو. وبل بالعكس، ثم بعض المؤسسات اللي هي تمثل 60% من السوق التونسيه طيحت في الوايرو 10%، وثم بعض المعامل الاخرى الاسعار نتاعهم ارخص من المعامل هذه. يعني الكراس اللي موجود توا في المارشي ما زادش على عمناو، بل بالعكس بعض المواد فيه نقصت الاسعار نتاعها تحت، وهذا مؤكد. هذا فيما يخص الورق اللي هو يمثل ماس كبيره في الشرائط تاع المواطن. فيما يخص المحافظ، المحافظ مازال سوق تونسي يستوعب اكبر عدد ممكن من الانتاج التونسي. انا عامل الاستاتيستيك، انا ما عنديش اراء انطباعيه. نمشي مثلا انا مواطن عندي امكانيات معينه، موظف نخدم في الصحافه ولا ولا طبيب ولا محامي ولا غيره، مش نمشي لاقرب مكتبه لهنا قريبه ليا، شفت الاسعار نخرج راي انطباع نقول هي الاسعار. لا لا لا، انا انسان عندي ارقام نتعامل معاها. الكرتابه التونسيه اللي هي موجوده عندها 40 و50 سنه، المحفظه هذه ما زادتش على عمناود، ما زالت محافظه على 30 دينار و35 دينار السعر نتاعها بيبليك، بري دو فونت بيبليك. الكرتابه هذه تمثل اكبر انتاج قاعد يتباع في السوق التونسيه للمستهلكين. مثال، عندي زوز معامل فقط وعمناود انا شخصيا مع لي ميديا، مشينا وصورنا المصانع هذه، مصنع خرج عمناو 700,000 كرتابه، وسنا هو مصنع واحد اخر تونسي زاد جارنا هو لهنا في رادس في تونس العاصمه خرج 500,000، بيناتهم الزوز بركه 1,200,000، زيدوا المصنع نتاع نابل، زيدوا المصانع الموجوده في صفاقس، تلقى اللي الكرتابه التونسيه الدومين العمليه التجاريه في الادوات المدرسيه. اكبر عدد ممكن من المستهلكين التوانسه قاعدين يشريوا في الكرتابه هذيك. الور انا على شنو نبازي؟ ماني نبازي على الكرتابه هذيك. هذه حاجه فيما يخص الكرتابه. فيما يخص الفورنيتور، الفورنيتور قاعد ينقص، بل بالعكس ما زادش على سوم عمناوي، لاني صارت متغيرات عديده وعديده جدا ترجمت روحها في السوق. وما زالت، وقلت انا برشا مرات، المؤشرات الفترات القادمه ماشيين في الاسعار وقاعده تطيح. المؤشر لو السنه الفارطه مثلا الترانسبور كان وصل من الصين، وصل من الهند، الهند كان 1,800 دولار، وصل عمناو ولت عمناو زمن الكورونا وصل 15,000 دولار من الهند، من الصين وصل 25,000 دولار، تو رجع ل 4,000 دولار و 3,500 و 4,400 دولار. واللي يستوردوا يعرفوا الكلام تاعي هذا دقيق وصحيح. الورق عمناول ولت عمناول وصل للطرناطه 1,550 اورو، توا الورق 1,100 اورو. الكراسه في تونس في المستقبل ماشيه في اتجاه الانخفاض مش الارتفاع، ماشيه في اتجاه الانخفاض مش الارتفاع. فيما يخص الفورنيتور اللي جايه من الصين، عمناول مثال ونعطي بعض الامثله للكوريكتور، التجار يسمعوا فيا يعرفوا هذه الحقيقه. عمناول الكوريكتور وصل يتباعوا 16% اور تاكس، ما نعرفش قداش بيبليك، المهم 16% سنة هبط ل 12% وهبط دينار ودينار و100، على خاطر السعر تغير في السوق العالمي قاعد يتغير، لكن في الاتجاه اللوطة. الور غروسو مودو كي ناخذ السوق بشكل عام ونخدم اون بورسونتاج، نلقى اللي مثلا ماش
اختلاف كبير على عام تعدى. هناك مؤشرات تدل اللي ماشي السوق في اتجاه الاسعار مش تمشي وتنخفض، هذا ما يعنيش ان ما ثماش اسعار زادت. ثم بعض الماركات زادت، ماركات عالميه موجوده في السوق التونسيه ما نحبش نذكر الاسم نتاعها، زاد السعر نتاعها. هي تمس شريحه نتاع مستهلكين اللي عندهم قدره شرائيه عاليه، زادت الاسعار نتاعها. لكن كي ناخذ الماده هذيك في وسط المواد الموجوده في السوق التونسي الكل، انا ناكد لك اللي ما ثماش ثم استقرار الى حد كبير ياسر في الاسعار. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى في تقريبا اكثر من 20 مداخله انا مع الـ مع الميديا، واكدت اللي كونه راهو ب 100 دينار، واكد كلامي هذا المرصد الوطني بتاع الترشيد الاستهلاك تقريبا التسميه ما نعرفهاش بالضبط، اللي بالفعل راك سنه اولى وثانيه مثال ديما ناخذ المثال هذايا وانت تدرج زيد 10 15% على السعر هذا، راهو ب 120 دينار ب 100 دينار قادر تدخل ولدك يقرا. عندك الانتاج التونسي انا مثلا جروسيس نجم نعطيك المعلومه الصحيحه، قداش نسبه البضاعه التونسيه الصناعه الوطنيه قداش تمثل من نسبه البيع عندي انا في المؤسسه نتاعي. انا شخصيا عندي ثلاثه مؤسسات، الصناعه الوطنيه تمثل نسبه عاليه وعاليه جدا، مش كان عندي انا، عند زملاء اللي يسمعوني يعرف، خذوا الكراسه، خذوا معاهم الفورنيتور خاصه المصانع من صفاقس، وخذوا من عندهم الكرتابه، ويجي نعملوا عمليه احصائيه، تلقى التونسي قاعد يستهلك بنسبه عاليه من الانتاج نتاعنا، اللي السعر نتاعو منخفض، اللي السعر نتاعو معقول جدا. السعر اللي هو عالي، اللي عنده قدره شرائيه عاليه، اكيد كما تلقى كراسه 24 مدعمه ب 430 مليم لقدرته الشرائيه العيسى، تلقى كراس سوبر 1818 تقريبا، وكيما تلقى زاد ال 24 ب 5200. ما تجيش انت ال 5000 ما تشريش ب 5200 وقت قدرتك الشرائيه ما تسمحش. هاكا عندك 1800 ولا عندك 430. كل الانسان حسب قدرته الشرائيه يلزمه يشري. والتجار كل في السوق التونسيه بما فيهم انا شخصيا عندنا تنوع كبير 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 الى ابعد حد. كيما تلقى الحد الادنى نتاع الاسعار اللي عنده قدره شرائيه ضعيفه على الاخر يلقى البرودوي نتاعو، اللي قدرته الشرائيه متوسطه يلقى البرودوي نتاعو، اللي قدرته الشرائيه عاليه يلقى البرودوي نتاعو. نحن التجار نوفروا للناس الكل، للناس الكل. دوك في الاخير الانطباع اللي عند بعض الاولياء كونه الاسعار زادت هو انطباع خاطئ، هذا شنو نفهم من كلامك؟ هذا الارتيران، هذا الارتيران واضح. اليوم فما ظاهره اخرى مثلا، بالله سامحني خاطر يلزمني نعديها المساج هذا، مثلا شخص يكون يسمي يقول انا مسؤول مثلا ولا هكا يحس اللي هو كونه عنده مسؤوليه، يمشي المكتبه ولا سنين ويشري على حسب جيبه هو، خاطر غالي ورخيص هي مساله نسبيه. ينجم اللي غالي عندك رخيص عندي، واللي رخيص صحيح. عندي غالي عندك صحيح. انت وجيبك اش مليان، ينجم هو يدخل امكانياته تشوف كومبا مثلا ب 25 دينار يدز دم، يولي يقول لك اسمع البلاد الكل شعلت فيها النار مغلاها وكذا. انت خويا واحد اخر يشوفك ال 25 دينار بالنسبه ليه كانه ما معناها كاينه دينار ولا 100 فرنك ما تسوى شيء معناها. سي فيصل، سي فيصل، فما ظاهره قاعدين نشوفوا فيها بالعين المجرده واللي هي الانتصاب في الاسواق الاسبوعيه او في الانتصاب الفوضوي بالادوات والمستلزمات المدرسيه. انتم كالغرفه الوطنيه لتجار المواد المكتبيه والمستلزمات المدرسيه شنو هو موقفكم من هذا؟ احنا موقفنا واضح وسريع كموقف كل انسان وطني ينتميه البلاد. احنا ضد تماما مارشي باراليل، السوق الموازيه اللي هي غذات البلاد واللي تمثل اكثر من 50%. انت تحكي على عافانا وعافاكم الله، تحكي على كونسير ضرب البلاد. انت توا في بيجات على الرونتري، هي في الرونتري تلقاهم ناصبين بالادوات، في العيد الكبير تلقاهم ناصبين، في العيد الصغير عندهم الصب نتاعهم، في المواسم الكل، في المواسم الكل يلدومين الشارع، يلدومين الكياسات. ما زلنا نحن في مرحلة صعبة، الدولة ما زالت ما عندهاش البوفوار الكامل باش تنجم تقضي على الظاهرة هذيا، الظاهرة هذيا يلزمها خدمة كبيرة ياسر، ويلزمها زادة تكاتف المخب نتاع البلاد الكل بأحزابها ومفكريها وفلاسفتها وباليملك المعارف وبالتميز وبالدولة بكل 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 باش ينجموا يحلوا مشكل من نوع عويس من نوع عكاية اللي هو مستفحل كي الكونسير. هذا يلزموا دي سبيسياليست ويزموا إرادة قوية 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 وقراءة إرادة من حديد باش هالظاهرة هذه تتنحى، وما زلش بالساهل تتنحى.
اصعب منها ما ثماش. البضايع اللي نراو فيها هي نفسها اللي موجوده في المكتبات؟ مش بشرطه معناها، ثم بضايع تنجم تلقى نسبه منها، اما اغلب النسبه تلقاها جايه من مصادر غير معلومه. اي اما منين دخلت؟ يقول القائل انت عندك فكره سي فيصل على عمليه التوريد كيفاش تصير؟ هذه بضايع ما دخلتش مهربه من الحدود، هذه دخلت من معابر رسميه. هنا الملف من نوع كايا، تنجم انت تمشي مثلا مارشي باراليل وتاخذ بضاعه معايا ولا ويقع تحري البضاعه هذه منين جات. انا ما نجمش، ما نملكش الاليات، مش اي واحد، مش اي سؤال يتسال معناها واحد يتفلسف فيه. انا ماذا بيا ما كان حاجه نفهمها. حاجه كيما كايا تنجم تلموا بعض المواد في نكايا وتتبعوا المصدر نتاعها تعرف اسكو هي مهربه عن طريق الجزائر، اسكو مهربه عن طريق ليبيا، اسكو جات من معابر الرسميه. التقنيات هذه والادوات هذه تملكها الدوله باش تنجم هي تجاوب وتقول راهو عندنا المارشي باراليل، راهو نسبه من البضاعه الموجوده راهي جايه بالطريقه الفلانيه ولا بالطريقه الفلانيه ولا بالطريقه الفلانيه. انا شخصيا ما نجمش، ما عنديش دراسه، ما نجمش نعطيك اجابه دقيقه على الحكايه، نجم نجاوبك على يخص القطاع نتاعي انا وجاوبتك. قداش تقدروا لو مونكا غاني بالنسبه للمكتبات من جراء الانتصاب الفوضوي؟ انورم، قلت لك هي فوق ال 50% صديقي. راك تحكي على بالعين جمل بما حمل. بالعين هما هزين جمل بما حمل. انا نقول لك هما يقولوا 50%، هي ثم احصاء رسمي او قعدنا نحن يقولوا 50%. انا يمكن انطباعي وانا ما نحبش نمشي بالانطباعات معناها. انا عندي احساس هكا اللي هي اكثر بياسر من الرقم هذا. حسيتوا بالظاهره هذه نقصت في ارقام المعاملات بالنسبه للمكتبجيه؟ لا ديما مأثرة فينا بالسلبي. ها مش نعطيك رقم تو وانت وحدك جاوب عليه والمواطن كي يسمعني يجاوب عليه. نحن عندنا قرابة 3 ملايين متتلمذ بين التحضيري ادخلهم في الحساب راه 3 ملايين واش ناخذ معدل 3 ملايين يا سيدي، ناخذ معدل كل مواطن يستهلك في العام ادوات مدرسية في العام، نحكي مش في الرونتري برك، في العام كامل 300 دينار. 300 دينار اضربها في 3 ملايين مش تلقى عندك قرابه 9000 مليار هكا ولا؟ الدوخ في امرك وين مشى؟ شوف لي بيلون، انا عندي احتكاك باصدقائي وبالمصانع، نعرف مليح مليح ونعرف لي شيفر دافير تقريبا اللي قاعدين نخدموا فيه منطقيا واقعيا. انا حسبتها مره فاتت تقريبا 1200 مليار، 1200 مليار كويتو. ال 1200 مليار هذي كي تعمل عمليه حسابيه بسيطه تلقى الجروسيست قد ايه نحن؟ 70 80 ما نفوتوش. واللي يخدموا على التيران اقل بالرقم هذا برشا، هات نبالغوا يا سيدي نقولوا 100. المكتبات عندنا 7000 واش؟ يا سيدي نبالغوا نقولوا 8000. كي تقسم الشيفر دافير هذايا على العدد نتاع الناس اللي يخدموا بالقانون تلقى المكتبات جيبايو مينيموم 180 مليون في العام شيفر دافير. باي الجروسيست اقل جروسيست كي يبدا تعب بايو 50 مليار. وباي المعامل ازيد برشا من المونطون هذا. كي تجي على ارض الواقع تلقى قطاع المكتبات قطاع منكوب. الاغلبيه الساحقه معاه نتاعهم وانا عملت دي ستاتيستيك وهبطتها في لي ميديا، الغالبيه 90% ما يفوتوش 40 و50 مليون شيفر دافير في العام. هذا القطاع منكوب مساكن هز ساق توحل ساق. الجروسيس 50 مليار هذه حلم، ما عندنا حتى جروسيس ظهر لي على ما اظن يوصل للشيفر هذا. المعامل كيف انور الفلوس ومشات. التوا نحن مانيش فاهمين الشيفر هذا، نعرفوا اللي هو يهبط للتيران كل عام، نعرفوا اللي ثم 1200 مليار تهبط للسوق كل عام. في الريال اللي عندهم الرخص نتاعهم قاعدين يدوروا في الشيفر معلوم. الفلوس وين مشات؟ هذه دوخنا نحن. فما مشتر نتاع الفلوس ماهيش ظاهره. معناها مشات في المارشي باراليل. توجهتوا ندخل ندخل بعض المساحات في المارشي باراليل. والله نلقى كرارس نكره، ده عندهم اسم لا اصل لا فصل. 33 سنه نخدم، اول مره نشوف منظر تاع كراسه كيما كاك. وين يتخدموا؟ كيفاش يتخدموا؟ فهمت توا؟ يعني اكثر من شطر الشيفر نتاعنا قاعد يتكل لبرا في النوع. كغرفه وطنيه لتجار المواد المكتبيه والمستلزمات المدرسيه توجهتوا للسلطات الرسميه السلطات الرسميه باحتجاج في هذا الاطار؟ طرحته في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء والرؤساء اللي تعداوا ورؤساء الحكومات اللي تعداوا. تراه تعطيني واحد في تونس يسمي نخبه مهما كان نوعه بيمينها ويسارها ووسطها ما جبتش على موضوع المارشي باراليل وما يعرفوش.
هذه راهي قلت لك كونسير، هذا كونسير ضرب البلاد. هذه أم المعارك، أنا سميتها أم المعارك. أكبر معركة انتصرنا فيها البلاد كلها الاقتصاد نتاعها الكل يتبدل. هذيك أم المعارك. مش رئيس غرفة وطنية نتاع تجار جملة عندي اختصاص في المواد المدرسية نجم نحلك المشكلة، هذه مشكلة وطنية بامتياز. وشكون ما حبش يحلها طيلة السنين اللي تعدات؟ هذا السؤال ديما نطرحوا فيه. علاش منوال التنمية عمره لا تحط على الطاولة؟ بالله سامحني مسيو، تو كنا 2011 بالرغم ما نحبش السياسة أنا. 2011 أعطيني حزب سياسي وأعطيني مفكر في تونس ما حكاش اللي منوال التنمية نتاع بن علي أفلس ويلزمه يتغير. علاش ما تبدلش تو؟ هذا السؤال نسأله لك أنا. شبيه تو ما تبدلش؟ علاش السلطات الدولة الكلها 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 تحكي قدام الميديا وقدام المواطنين اللي من مال التنمية فاز، وهي بل بالعكس زادت كرست وزادت عمقت وزادت جذرت. ما هي هذه الحقيقة ولا لا؟ في الأخير معناها ما عندكم حتى معناها مع السلطات الرسمية ما فما حتى تفسير لهالظاهرة هذه، ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالمستلزمات المدرسية، معناها ما فماش تفسير. هي التفسير الوحيد نحن نعرفوه، معناها هذه بلاد نتاع معناها قاعدين نورثوا في الفوضى، معناها خاطر الفوضى نتاع المارشي باراليل ماهيش البارح راهي جات. انا شخصيا عندي 33 سنه ملي عرفت الكوميرس نعرف المارشي باراليل موجود. في وقت من الاوقات نتذكر وقت تحلت الصين عام 2002 تقريبا، وقت صارت ليبراسيون ايكونوميك ولينا نحن نستوردوا من الصين، نحن التجار في السوق الرسميه فك العهد هذاك نمشيو للملاسين ونمشيو للمارشي للسوق باش نشريو البضاعه نتاعنا، لان السوق هذاك ولا هو السوق الرسمي. يا اخي نسيت انت فك السنوات هذيك السوق ما تنجمش نهار كامل ما تنجمش تكملوا. نسيت اللي الشوارع اليمين وعلى اليسار البضاعه مكدسه في كل مكان وتتباع كلها في النوار. نسيت اللي عندنا مدن تونسيه عمرها ما كانت معروفه بالتجاره، تو ولات مدن حانوت بجنب حانوت كلها مارشي باراليل. تخشني تذي كنا نعرفوه نحن التوانسه راه ماهيش معناها هذا سر مش نشرحوه اليوم نحن. يبدو كون الدوله ما تعرفوش. موضوع وطني بامتياز. يبدو كون الدوله ما تعرفوش، احنا نعرفوه صحيح، والمدن اللي تحكي عليهم الناس الكل يحكيوا عليهم، الا الدوله يبدو كونه ما تعرفوش. هنا معناها راهو مرات صدقني مرات المتفرج فارس مثلا مرات شخص تلقاه مصلح وتلقاه مؤمن ونظيف ومحلاه ياك تشوف انت تلقاه يتسب من كل جهه. العباد الانسان خاطرك انت راك يبدا عندك الاعداء والاشرار ولا الناس اللي ما يحبوش الوطن هذا ويحبوه ديما بارك وفالس، تلقاهم عندهم امكانيات ماليه جباره راه. مش بالسهل تتحارب مع ناس من نوع هذا. راهو عندهم كل الاسلحه موجوده، الامكانيات نتاعهم في الميديا، في الشارع، في المؤسسات. يا اخي راهي العباد تسمع اللي عنده فلوس، ما تسمعش الفالس ما عندوش حتى فرنك. وتكون انسي مصلح وناس طيبه واحلاك وتحب تخدم بلادك وتحب تدز في الاتجاه، النعوت الكل يقولوها لك. النعوت الكل والسب الكل يعملوه لك. وتولي كاينك معناها الشر هو السيد، الشر هو اللي لازم يسود. وكانك الانسان الباهي والمستقيم يبدا يتساءل تشوف انت ملاقى تو بدون ما نذكر اسماء. ثم واحد تونسي ما يعرفش اللي عندنا مسؤول طول يده نظيفه، نتحدى اي واحد تونسي ينجم يمسه في الكوتي هذا الاستقامه. اي كي هو قال راي الدنيا كلها معوجه، تو كله ضده. تو العصا قال حتى العصا في العجله في كل مكان، في الاداره العصا في العجله، المشاريع ما تمشيش، كل شيء مش قاعد يمشي. اخي هو يمكن زاد على خاطر القرارات، يمكن زاد المشاريع ما تمشيش خاطر القرارات اللي ناخذوا فيها ماهيش في بلاصتها. زاد ينجم يكون راهو عبد نظيف اما ما ياخوش القرارات الباهيه. والله نحن توانسه نعرفوا ينجم يكون زاد فرضيه. نموتوا لا نعرفوا بعضنا بالكدا بالكدا. نموتوا المسمار ديما الضرب يزيع على المسمار المستوي راه. الانسان المعوج ما تلفتولوش. المعوج هو اللي قاعد مسيطر راه. تراه بالله سامحت. وقتاش كلامك نولي نصدقه وانا ونسمعه؟ في حاله واحده كان تعطيني قطاع في البلاد هذايا ماهوش ممسخ. سامحني في الكلام. في انتظار كونه ان الناس نظاف تصلح من المفروض الناس نظاف هي اللي تصلح لمصر. الجمهوريه التونسيه ماهوش مضروب بالعمق
بالكوريبسيون اعطيني. باش نعملوا اش نعملوا معناها نقعد نقولوا فما كوريبسيون ربعوا يدينا ونقعد واحنا نظاف معناها. اي ما هو نظيف هو اللي يصلح يا سي فيصل. نظيف هو اللي يصلح. نظيف هو اللي يصلح. هو اللي يملك كوريبسيون. نظيف هو اللي يصلح. اللي ما يصلحش ما عندي ما نعمل بالنظافه نتاعو. الجماعه اللي طلعوا في البلاتوات العشر سنين الاخرانيين وقالوا يحكيوا على نظافه اليد وحكيوا على وطنيه غير عاديه. تو باش ما نحكيش على السياسه الان. تو يتعداو 10 سنين اخرين وتو نحكيو على نظافه اليد سي فيصل. اللي هما غارقين في راسهم بالكوريبسيون. تو يتعداو 10 سنين اخرين وتو نحكيو على نظافه اليد. اكبر فاسد في التاريخ يحكي على الفساد. ديما يحكي على الامانه هو اكبر فاسد. النظيف هو اللي يصلح. نظيف ما عندكش جماعه توا. نظيف هو اللي يصلح سي فيصل. ما نحكيش على جماعه السياسه انا ما ندخلش السياسه. لا عاد كان انت هذا كله ما حكيتش في السياسه ما لفاش احكي. لا 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 نحكي على رجال اعمال خلينا. انت قلت ما ثماش رجال اعمال وفي الميديا الكل ونتفرجوا فيهم في التلفزه في البلاتوات اللطف قالوا هذايا مثال تقول الملائكه قريب باش يخرج لي من التلفزه الملائكه ومن بعد يتضح لي هو معناها اكبر 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 مجرم. على امل كونه يجي انسان نظيف يصلح مش يجي انسان نظيف ويشاركنا المشاكل معناها. يصلح يلزم التوانسه يدزوا معاه ويدزوا معاه باش يصلح. الى متى مش نقعدوا كل مره اننا نوخروا نوخروا نوخروا. ان شاء الله مفهومك الرب. ان شاء الله مفهومك الرب. على راح. ان شاء الله مفهومك الرب. نحلموا لاولادنا باش يعيشوا خير مننا. الاصلاح لازم يبدا تو. كان خلينا لهم فضاء اولادنا باش يعيشوا بنظافه. كان خلينا لهم فضاء. شكرا لك سي فيصل العباسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد المكتبية والمستلزمات المدرسية. كان حوار سياسي بامتياز على فكرة. حوار سياسي لا ولا لا بامتياز. لا والله حوار سياسي بامتياز ونعرف مليح ايش قاعد نقول سي فيصل. شكرا لك. هكا كون وصلنا لي